سارة وهاجر. لما رأت سارة إبراهيم عليه السلام قد شغف بأم إسماعيل غارت غيرة شديدة وحلفت لتقطعن عضوا من أعضاء هاجر. فبلغ ذلك هاجر فلبست درعا وجرت ذيلها، فهي أول نساء العالمين جرت الذيل، وإنما فعلت ذلك لتعفي أثرها في الطريق على سارة. فقال إبراهيم عليه السلام: هل لك في خيرة أن تعفي عنها وترضي بقضاء الله عز وجل؟ قالت: وكيف لي بما حلفت؟ قال: اخفضيها فتكون سنة نسائي وتبري بيمينك. قالت: أفعل. فخفضتها فمضت السنة للنساء بالخفض منها. سارة زوجة إبراهيم عليه السلام وأم ولده إسحاق. هاجر أمة مصرية، وقيل أميرة من منف عاصمة مصر القديمة، أهداها فرعون مصر إلى سارة التي أهدتها إلى إبراهيم فتزوجها وأنجب منها إسماعيل عليه السلام. إبراهيم بن آزر أبو الأنبياء نزح من مدينة أور بالعراق إلى بلاد كنعان حوالي سنة 2000 قبل الميلاد، ثم تركها إلى مصر، ثم عاد إلى أرض كنعان ومات فيها. ذكاء وفطنة. لما شب إسماعيل تزوج امرأة من جرهم، فجاء إبراهيم عليه السلام فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته فقالت: خرج يبتغي لنا. ثم سألها عن عيشهم فقالت: نحن بشر في ضيق وشدة. فقال: إذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة داره. فلما جاء فأخبرته قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم من زوجته هاجر وهو الذبيح، وقد هاجر به أبوه ومعه أمه هاجر وكان رضيعا، فوضعهما في واد غير ذي زرع حول مكة وتركهما هناك، ليس معهما من الزاد والماء إلا القليل، فحاطهما الله بعنايته وكفايته. وقد أثنى الله عليه ووصفه بالحلم والصبر وصدق الوعد والمحافظة على الصلاة والأمر بها. قال تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. سورة مريم الآيتان 54 و55. جرهم حي من اليمن نزل مكة، تزوج منهم إسماعيل. وجرهم أي الجريء في الحرب وغيرها. بين داود وسليمان. خرجت امرأتان ومعهما صبيان، فغدا الذئب على أحدهما فأخذتا تختصمان في الصبي الباقي، فاختصمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى منهما، فمرتا على سليمان عليه السلام فقال: ما خطبكما؟ فقصتا عليه القصة فقال: ائتوني بالسكين أشق الغلام بينكما.
فقالت الصغرى: أتشقه؟ قال: نعم. قالت: لا تفعل، حظي منه لها. فقال: هو ابنك، وقضى به لها. داود ابن بسي من سبط يهوذا، نبي وملك، حكم ما بين سنة 1012 إلى 972 قبل الميلاد. سليمان ابن داود نبي وملك، حكم ما بين سنة 972 إلى 932 قبل الميلاد. في عهده بني الهيكل المقدس.